مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أطل عليكم عبر برنامج متعة الكشافة، هذا المولود الإعلامي الجديد الذي سنحاول من خلاله الغوص في عالم الكشافة، نتعرف أكثر على خباياه، نقرب العائلة الجزائرية من هاته المدرسة التي كانت ولا زالت دائما رمزا للعطاء دون مقابل. فيا ترى ماذا سنكتشف في هذا العالم؟ هل هو للتسلية والترفيه فقط كما يعتقد الكثيرون؟ أم أن هناك مبادئ أخرى تستوجب منا الوقوف عندها؟ مشاهدينا الكرام، يسرني أن أستضيف وإياكم في أول عدد من برنامج متعة الكشافة عضو القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية والمسؤولة الوطنية لقسم الزهرات القائدة ريحانة خيثر. مرحبا بك معنا قائدة، وشكرا لك على الحضور. يسلمك، مرحبا بك. إذا قائدة، ربما قبل بداية رحلة الغوص في عالم الكشافة أريد من القائدة أن تعرفنا أكثر وتعرف الجمهور بنفسها، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة. ريحانة خيثر، قائدة في بولاية عين الضفلة في فوج الزنداري لبلدية عين الضفلة. انضميت الى هذا الفوج منذ سنة 2000، يعني منذ ان كنت زهرة، والان انا قائدة فوج في نفس الفوج، قائدة اقسام مرشدة الفوج الزنداري، عضو محافظة ولائية والمسؤولة الولائية لقسم الزهرات، المسؤولة الوطنية لقسم الزهرات. بالنسبة الى حياتي، يعني الى القسم الشخصي، متخرجة من المدرسة العليا للتكنولوجيا، مهندسة هندسة لوجستية ونقل. طيب ريحانة، ربما كيف كانت فكرة التحاقك بصفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ الحقيقة أن الوالد كان قائد بالكشافة الإسلامية الجزائرية وبنفس الفوج الذي انضميت له، فالأسرة كانت أسرة كشفية، ويعني تربينا في جو كشفي، وبالتالي كان بديهيا أن أكون في صفوف هذه الحركة. شكرا لك ريحانة. إذا قسم الزهرات، كم هي جميلة هذه الكلمة كجمال الزهور. حان وقت الإقلاع إذن مشاهدينا عبر رحلة عالم الكشافة، تابعوا معنا هذا الفيتيار ولن نعود بعدها، لا تذهبوا بعيد. الزهرة نموذج حي لفتاة اختارت نمطاً آخر لبناء شخصيتها بين صفوف الكشافة. نشيطة على الدوام، مستعدة في أي وقت ومكان، عازمة على أداء واجبها بإتقان. تسعى لترك أثر جميل لتكوين مثلاً يقتدى به، متألقات بالسعادة والإيجابية، يشكلن الفئة الأصغر سناً في الفوج، تتراوح أعمارهم بين 7 و11 سنة، تتزين بالبذلة الصفراء والمنديل الكشفي الذي يحمل ألوان العلم الوطني، تترأسهن قائدة لتوجههم وتحثهم على التمسك بمبادئ المحبة والأخوة، تدفعهن للتعاون كفريق، تنمي فيهن روح العمل الجماعي. فالكشافة هي بيت آخر تتعلم فيه الزهرة الاعتماد على نفسها بالخوض في تجارب ومغامرات جديدة، كما تتعلم الإخلاص لله والوطن وطاعة الوالدين. تقوم هذه الفئة بأنشطة مختلفة، من معارض للصور والرسومات، حفظ الأناشيد، تجسيد المسرحيات وغيرها، كما تشارك في المناسبات الوطنية والدينية لتكتشف وتنمي ميولاتها وهواياتها الشخصية، وتكتسب الزهرة من خلال النشاطات والحصص التي تحضرها مع الفوج مهارات وقدرات تجعلها مواطنة مستنيرة واثقة
تقابل ما يصادفها من صعوبات بشجاعة وجد، وتتحضر لتكون عنصراً أنثوياً قوياً، مفتخرة بتاريخها، نافعة لمجتمعها، محبة لوطنها، ملتزمة بوعدها لبناء مستقبل زاهر حافل بالإنجازات والنجاحات. إذن الزهرة هي أساس القاعدة الكشفية، لهذا الكشافة بنت مجموعة من الأهداف القيمة التي تصب إلى إنشاء شخصية متوازنة. هي صور جميلة فعلا. ربما قائدة ريحانة تخليني نندم أني ما جوزتش طفولتي في الكشافة فعلا. طيب قائدة ريحانة، ربما قبل الحديث عن هذا القسم وعن كل ما يقوم به من نشاطات، أود منك أن تقربين وأيضا تقرب الجمهور والعائلات الجزائرية من هذه المدرسة، مدرسة الكشافة الإسلامية الجزائرية. الكشافة الإسلامية الجزائرية هي حركة تطوعية، جمعية وطنية تسعى إلى غرس روح التطوع في الفتية والشباب، إلى تربية النشأ وإنتاج الفرد الصالح الذي يبني مجتمعه ووطنه ويساهم في تطوير هذا الوطن. فيعني أهم هدف منها هو إنتاج وهو المساهمة في إنتاج هذا الفرد الذي يخدمه هذا الفرد الصالح. طيب ريحانة، كما قلت في بداية البرنامج، هناك الكثير منا من يعتقد أن الكشافة فقط هي من أجل التسلية ومن أجل الترفيه، كيف تتعاملون من أجل يعني تصحيح ربما هذه المعتقدات اللي هي طبعا معتقدات خاطئة؟ هو يعني البرنامج الكشفي أو النظام التربوي الكشفي كفيل أنه يمحو كل هذه المعتقدات الخاطئة عند المجتمع، لكن هو المشكل أنه هناك بعد بين المجتمع كمجتمع وبين الحركة الكشفية وصورتها الحقيقية. فيعني نحن الآن نسعى إلى تسويق هذه الصورة الحقيقية للحركة الكشفية التي كل ما يعني الواحد أو المجتمع يتعرف عليها أكثر كل ما يندهش يعني بالأسلوبها المتميز وما تقدم وما تقدمه يعني فعلا كإنتاج، وأيضا أسلوبها وكيفية تقديمها لهذا البرنامج من شأن يعني أي فتى ولا أي إنسان أنه يعجب بطريقتها الموجهة لكل يعني لكل الفئات العمرية في المجتمع. طيب قسم الزهرات، هذه الفئة العمرية، يعني حدثينا أكثر عن هذا القسم أو عن هذه المرحلة إن صح التعبير. قسم الزهرات هي المرحلة الأولى في الحركة الكشفية، هي من للفتيات. المرحلة الأولى للفتيات طبعا يقابلها الأشبال كمرحلة أولى عند الفتية، تمتد من 6 إلى 10 سنوات وليس يعني في النظام الداخلي الجديد، ف من 6 إلى 10 سنوات. فيها يعني فيها الأسس الأولى من تنمية شخصية الفرد، يعني كما يقول أهم الدكاترة والمختصين في هذا المجال أن الإنسان يبني شخصيته في هذا السن، فهي تعتبر من أهم المراحل الكشفية ومن أكثرها مدة، يعني فيها من 4 إلى 5 سنوات، وبالتالي هي برنامجها الأكثر ثراء والأكثر توسعا. يعني العمل فيها يكون أكثر. طيب ما أهم ما يميز هذه المرحلة وهذه الفترة العمرية لدى الأطفال، يعني فيما يخص برنامجكم، برنامج الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ طبعا الكشاف أو القائد في الحركة الكشفية في برنامجه التدريبي يتعرف وهذه من أهم الأمور التي يأخذها في مجال في يعني تدريبه هي الخصائص السنية للفتية وطرق إشباعها. بمعنى هذا أنه يعني يدرس القائد ما هي الخصائص التي تميز كل فترة وما هي النشاطات التي نقدمها لهذه الفترة حتى نشبع رغباتها. وطبعا قائدة الزهرات يجب عليها أن تعرف الخصائص السنية للزهرة لتتميز أكثر مراحا، أكثر حبا للنشاط، بعض الصفات التي تتميز بها الزهرة لصغار سنها، وبالتالي الأنشطة الكشفية تتلائم مع الخصائص السنية للزهرة. فنجد أن الألعاب والمسرحيات والرحلات هي الأكثر طاغية يعني على البرنامج الكشفي للزهرة.
طيب وإحنا نتحدث عن هذه المرحلة العمرية قائدة ريحانة، يعني هذه المرحلة السنية في حياة الطفل هي حساسة جدا، هي محل دراسة للعديد من المختصين والعديد من الأطباء، يعني خارج عن الكشافة، فما بالك الكشافة اللي ربما راح تحتوي هذا الطفل اللي راح يجوز فيها أوقات كثيرة، يعني كيف تتعاملون مع هذا الجانب خاصة أنه الطفل في هذا أو كما ربما أقول من أجل أنكم تضمنوا للطفل نمو سليم في هذه المرحلة؟ هو الإنسان بشكل عام يعني عند هو في بناء شخصيته عدة جوانب، يعني جانبه الاجتماعي الروحي العقلي الاجتماعي، والحركة الكشفية تهتم بكل هذه الجوانب وتقدم لها مجموعة من الأنشطة الفردية التي تقوم بها الزهرة أو الكشف بشكل عام، ومجموعة من الأنشطة الجماعية حتى ندرب الفتى أنه يقوم بأنشطة مع زملائه على العمل الجماعي. فمرحلة الزهرة كبقية المراحل هي مرحلة تهتم في الحركة الكشفية بكل جوانب تنمية شخصية هذه الزهرة، من يعني جانبها، فتنمي الجوانب يعني جوانب الشخصية، كما أنها تعطيها مجموعة من ما يميزها كفرد من الحركة الكشفية، يعني نعطيها جرعة كشفية كما يقال تخليها متميزة في مجتمعها، تعرف ما لا يعرفه أصدقاؤها. يعني بالإضافة إلى ذلك فهي تنمي كل المجالات الأخرى، المجالات الروحية الوطنية الاجتماعية، مما يجعلها فردا متميزا صالحا لبناء مجتمعه منذ صغره. طيب ربما ما هي أبرز والأهم المبادئ التي تركزون على ترسيخها في ذهن الطفلة وفي ذهن هذه الزهرة يعني منذ التحاقها بصفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ هي يعني أولا الزهرة أو الكشاف، الزهرة عندها قانون خاص بها تتعرف عليه يعني في بداية التحاقها بالحركة الكشفية، والتي نسميها في الحركة الكشفية مرحلة القبول. يعني الزهرة تمر عبر 3 مراحل لتكمل يعني لتنتقل إلى مرحلة المرشدات، من مرحلة القبول إلى زهرة ثانية ثم زهرة أولى. طيب كنت تتحدثي قائدة ريحانة عن مرحلة القبول، يعني هذه المرحلة اللي تختبروا فيها الطفل، تختبروا فيها أخلاقه وتختبروا فيها الكثير من الجوانب. نعرف أن هناك الكثير من الأطفال خاصة في هذه المرحلة العمرية، يعني نلقوا أطفال مشاغبين، يصعب التعامل مع يعني مع أخلاقهم، ربما يصعب التعامل التحكم في تصرفاتهم يصعب، فكيف تتعاملون مع هذا النوع من الأطفال؟ هل هناك معاملة خاصة يعني باش يلحق مرحلة القبول، أم يعني بعد ما يمر بمراحل عديدة يمكن رفضه أصلا يعني من الانضمام للكشافة؟ هو يعني القبول ليس قبوله أم رفضه، يعني هو مجموعة من المتطلبات من أجل أن ينضم إلى الحركة الكشفية، لم يسبق أن واحد دخل الحركة الكشفية وتم رفضه، يعني فقط هو كيف نقول لإدراجه، يعني باش به نطولوا لافهم معناتها باش نكونوه أنه يكون كشاف فقط. أما هذا ما يميز الحركة الكشفية، برنامجها يمكن أن يمس كل الفئات وكل الصفات عند الأطفال، فيعني وهذه هي أهمية دراسة الميزات أو الخصائص السنية للطفل، فيعني عندنا كل خاصية ولها البرنامج أو الألعاب أو يعني ما يقابلها من يعني من أجل يعني تغذية كل مشكل عنده حل من أجل تغذية هذه الاحتياجات. شكرا لك قائدة على هذه التوضيحات الكثيرة. مشاهدينا الكرام، في هذا الركن ركن الفوج رح نكتشف مع بعض في كل عدد من برنامج متعة الكشافة فوج من الأفواج الكشفية المتواجدة عبر التراب الوطني، نقرب به أيضا العائلة الجزائرية ونخلوها تكتشف وتتعرف أكثر على حقيقة العمل الكشفي. الفوج اللي استضفنا اليوم رح نتعرف عليه من خلال هذا الفيديو. الزهرة مضيعة من مؤدبتها، الزهرة لا تضيع النساء.
متقدمة شلال ابتهال من خريطة فوج السلام برج البحري منذ 2007. كشاف المتقدم عداد ناسيم من فوج السلام برج البحري من الجزائر. فوج السلام بلدية برج البحري هو فوج يعني أسس سنة 2005 على يد مجموعة من القادة الطموحين، ومنذ ذلك الحين فوج سلام يهدف دائما إلى أن يكون دائما هناك جديد في الأنشطة، هناك جديد في البرامج. يعني احنا عندنا لحد الآن عندنا 12 سنة من النشاط. انتقلنا إلى هذا المقر في سنة 2007، يعني منذ سنتين ملي كنا ننشط في مركز ثقافي. نحن دائما نهدف إلى أنه يكون عندنا دائما جديد يعني في البرامج، دائما جديد في الخطط السنوية فيما يخص الوحدات، وكذلك فيما يخص الأنشطة يعني الجوارية اللي نقوم بها. عدد الأفراد في الفوج فيما يخص السنة الفارطة يعني سنة 2016 سجلنا أكثر من 150 مؤمن، يعني 150 فتى، من بينهم أكثر من 20 قائد وقائدة. احنا في الكشافة الأنشطة تاعنا متعددة ومتنوعة جدا، يعني الفتى لما يجي لعندنا للفوج راح يلقى أنشطة تخصه هو، تخص المرحلة السنية تاعو، راح يلقى ثاني أنشطة جوارية يعني تقيس المجتمع وتقيس حتى الأفراد اللي ماهمش منخرطين في الكشافة. في شهر رمضان عندنا مطعم إفطار صائم، حيث يتحول هذا المقر اللي راكم تشوفوا فيه الى مطعم يفطر فيه اكثر من 100 شخص يوميا من فيما يخص عابري السبيل. عندنا كذلك توزيع قفة رمضان، عندنا في ليله 27 من رمضان نديروا ختان تاع الاطفال، عندنا كذلك توزيع لباس العيد وهدايا ولعب للاطفال. فيما يخص الوحدات عندهم حصص اسبوعيه تكون مره واحده في الاسبوع يوم الجمعه او يوم السبت، يعني احنا نستغلوا عطلة نهاية الأسبوع. وحدتنا كباقي الوحدات عندها اجتماع طليعة في كل نهاية الأسبوع بحيث نناقشوا فيها مواضيع مختلفة ثقافية دينية كشفية وطنية، كما عندنا نناقشوا تاني النشاطات اللي نقوم بها خلال السنة الكشفية، نشاطات ترفيهية وثقافية. الكشافة مثل يعني شغل جزء لا يتجزأ مني، يعني لو كان نفوت نغيب مدة على الكشافة نحس بلي كاين حاجة في قلبي ناقصة. الكشافة مثل بالنسبة لي هي حياتي، مهم، حاجة مهمة بزاف في حياتي، استفدت منها بزاف حوايج كالاعتماد على النفس، التضامن، التعاون. حقيقة هناك الكثير من العمل يعني والجهد المبذول على مستوى الأفواج. قائدة ريحانة، فعلا هو الكشافة أصلا أفواج، يعني المهد الحركة الكشفية والمادة الخام هي الأفواج الكشفية، وفيها يتم كل ما تحدثنا عنه، يعني من تكوين هذا الفرد يتم في الأفواج الكشفية. طيب ربما قائدة ريحانة وإحنا نشوف هذا الفيديار تبادر إلى ذهني سؤال، يعني لاحظ على مستوى الأفواج يتم الاهتمام بجوانب عديدة من حياة الطفل، الجانب الدراسي قائدة ريحانة هل يعني هناك متابعة للجانب الدراسي يعني خارج الحركة الكشفية؟ هو معظم الأفواج يعني عندها متابعة، القائد يتابع السداسي أو الوحدة تاعو في 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 جانبهم الدراسي، وحتى يعني في الحقيقة معظم الكشافين هم متفوقين دراسيا أوتوماتيك ممكن احنا نقوله، لأنه تلقاه يعني متميز، وهذه الروح اللي تمدها له الحركة الكشفية والمعلومات بالطريقة المتميزة اللي يديها من الحركة الكشفية تجعله متميزا، ومتميزا حتى في حياته اليومية، ومتميزا ومتميز دراسيا. ونصيب القائد يتابعه يعني ويشوف إذا كان كاين، وحتى معظم القادة عندهم اتصال مباشر مع الأولياء كيكون كاين مثلا هبوط ملاحظ يعني في عند شبل معين أو زهرة معينة في مستواها، أكيد وراح يكون كاين تواصل مع الأولياء لدراسة سبب هذا. يعني نطمنوا من كلامك، نطمنوا العائلة الجزائرية أنه ما يخافوش على الجانب الدراسي للأطفالهم. بالعكس معظم المنتسبين للحركة الكشفية كانوا الأوائل على مستوى ولايتهم وحتى الأوائل وطنيا. طيب ريحانة ربما ننتقل لموضوع آخر، يعني وانت بصفتك المسؤولة الوطنية لقسم الزهرات، يعني الزهرات يعني الطفلة الصغيرة، كيف هو حال الفتاة في الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ يعني كيف تقيمون تواجدها خاصة إذا ما قارناها بنسبة الذكور؟ والله يعني جواب هذا السؤال مؤسف جدا. هو تواجد الفتاة في الحركة الكشفية
في الجزائر أو في العالم. يعني لو بدأنا بالعالم هو تواجد الفتاة في الحركة الكشفية دون مستوى التطلعات، هذا يعني أقل ما يمكن أن يقال عنه. في الجزائر نفس نعاني من نفس المشكلة. منذ قدوم القيادة العامة الجديدة يعني كان هناك العديد من النشاطات موجهة لهذا الأمر، اللي هو من بين 8 نقاط الاستراتيجية التي ركزت عليها القيادة العامة في هذه العهدة. كان هناك يعني نسبة زائد ارتفاع في نسبة الفتاة، لكن تظل دون المستوى بشكل كبير جدا. للأسف الفتاة في الحركة الكشفية في الجزائر وخاصة القائدات وكل الأقسام ربما لنقص يعني لنقص التسويق الكشفي، ربما للصورة السيئة للخاطئة التي ربما يعرفها المجتمع أو ربما يعتقدها. فما زلنا يعني نحن نسعى إلى تحسين هذه الصورة وإلى إراء المجتمع الصورة الحقيقية التي عليها الحركة الكشفية، حتى نصل بها إن شاء الله ونصل بأقسام المرشدات إلى العدد ويعني العدد الذي نصبوا إليه والذي يمكن من خلاله تغيير المجتمع إلى الأحسن. طيب ربما وانت تتحدثي عن تحسين الصورة الكشفية ويعني تقريبها أكثر من المجتمع، قائدة ريحانة ماذا يمكن أن نقول أو نقدمها كرسالة من خلال برنامجنا اليوم للعائلة الجزائرية التي ربما بحكم التقاليد بحكم العادات الخاطئة ترفض انضمام الفتاة في الحركة الكشفية، خاصة وأنه أنا سمعت من كلامك في حديثكم يعني عن الأنشطة اللي كنتوا تمدوها للزهرة ومن المبادئ الأساسية أنها تحفظ حزب من القرآن، أنها يعني هناك أشياء جميلة ربما تغيب عن ذهن العائلة الجزائرية. ويعني للعلم فإن يعني رسالتي للعائلة الجزائرية أن الحركة الكشفية ربما عكس ما تعتقده تحمل الكثير من المبادئ التي يعني يسبو إليها كل فرد من أفراد المجتمع يعني الجزائري. تحافظ نعم تحافظ على كل المبادئ، مبادئ الشخصية الجزائرية من دين وهوية ووطنية وكل ما تسعى إلى إنباته وإلى غرسه في بنتها كل عائلة جزائرية. بالإضافة إلى ذلك فإن المنضمات إلى الحركة الكشفية هم الأكثر تفوقا دراسيا، هم الأكثر تميزا حتى في جانبهم الديني، وربما العديد من المنضمات الحركة الكشفية فازوا في مسابقات لتحفيظ القرآن، وعندنا حتى في زهرات يعني يشاركنا في مسابقات لتحفيظ القرآن لتجويده. هم متميزات حتى في يعني تميزوا في حياتهم اليومية حياتهم يعني الخاصة. الكثير من المتميزين الذين نراهم الآن في مجالات متعددة يعني فنانين وصحفيين وإعلاميين وعلماء وحتى يعني مجاهدين وشهداء سابقا هم من خريجي الحركة الكشفية. فكل ما في الحركة الكشفية هو في خدمة هذه الفتاة لتربيها تربية والنشأة الحسن تربية سليمة. شكرا لك قائدة. ربما ننتقل للحديث عن إنجازات القسم الوطني للزهرات سنة 2016، هل يمكن قائدة يعني أن تلخصي لنا ربما في باختصار ما هي أبرز النشاطات التي تميز بها هذا القسم؟ سنة 2016 كان عام حافل يعني بالأنشطة. هناك أنشطة خاصة بالقائدات، كان مجموعة من الأنشطة الخاصة بالقائدات، كان اللقاء الوطني للمسؤولات الولائيات الذي ضم كل المسؤولات الولائيات لكل أقسام المرشدات. هناك يعني المخيم الوطني للأشبال والزهرات في طبعته السادسة، والذي تميز بالعديد من الأنشطة الجديدة. و النشاط الذي تميزت به قسم الزهرات كأول مرة يعني في تاريخها وهو النشاط الوطني للزهرة المتميزة. طيب قائدة، سنواصل حديثنا عن التميز أكثر وعن هذه الأنشطة المتميزة، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. أنتم دائما معنا في برنامجكم الجديد متعة الكشافة. وقبل الفاصل مشاهدينا الكرام معنا عضو القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية والمسؤولة الوطنية لقسم الزهرات القائدة ريحانة خيثر. قائدة ريحانة، قبل ما نروح فاصل كنا نتحدث عن التميز في أوساط الحركة الكشفية، وإحنا في برنامج متعة الكشافة خصصنا ركن لاكتشاف هذه الأنشطة المتميزة.
مشاهدينا، في ركن النشاط المتميز راح نسلطوا الضوء في كل مرة على أبرز النشاطات اللي تقوم بها مختلف أقسام الكشافة الإسلامية الجزائرية واللي هي كثيرة على طول العام. نتابعوا هذا الفيتيار ولا نعود بعدها مع القائدة ريحانة. أنا يا زهرة مرام الشطي من ولاية الوادي فوج الصفوة بلدية سيدي عمران. أنا الزهرة آية يوسفي فوج تألق ولاية ضرار. الزهرة حلمة خيش من فوج ملك بن أبي راس جنات ولاية بومرداس. تحية راسية. نشاط خصص لأصحاب الإبداع وأصحاب الهمم العالية، مزيج بين الصوت الشجي والكلم الهادئ والريشة المعبرة والمسرح المتناسق. تسقطني نتقلق أكثر منك، شتي عن بالك، شتي عندها مواهب وأخرى كانت حاضرة في المخيم الوطني الأول للزهرات المتميزات تحت شعار أعرضي موهبتك. يعني الموهبة نتاعي قائد، الموهبة نتاعي يعني نادرة، ما كانش بزاف هكا مواهب كيف تاع تأليف القصص، تاع تأليف بصفة عامة. ملي كنت صغيرة كنت نحب نغني، وأمي اللي شجعتني على هذا. أما في الكشافة عرفت كيفاش نسقمو مليح. عندي موهبة تاع التمثيل وتاع التنشيط، وكانت القايدة تاعي هي اكتشفت لي هذه الموهبة، قالت لي بنتي تنشطي مليح وتمثلي مليح هكذايا. يهدف هذا النشاط لاكتشاف وتنمية مواهب الزهرات، حيث وصل عدد المشاركين لأكثر من 150 زهرة من حوالي 23 ولاية من ربوع الوطن، حيث عرف الملتقى مشاركة 13 موهبة من بينها الخط، التنشيط، الرسم، الأشغال اليدوية، الإنشاد، التصوير الفوتوغرافي، تأليف القصة، الإلقاء، المسرح، الذاكرة، الحساب الذهني. جاني المخيم شباب وتعرفت على أصدقاء جداد من ولايات قطار. ما كانش حاجة ما عجبتنيش في هذا المخيم، يعني حبة يعني مثلا نشارك في مخيمات أخرين، عجبني كل شيء هنايا، وسيرتو الأناشيد الجديدة اللي تعلمتها من القادة والقائدات. المواهب تقريبا مو مواهب كاع ملاح، ما كانش مواهب ماشي مليحة. نقول زعما أنا كاني في التمثيل يعني فاسمو معناتها تاعي مليحة كاع عليهم، نقول بلي كاع المواهب راهم ملاح. وتاني كاين الزهرات ما كيفاش يختاروا دي الموهبة، يعني هما كي يحسوها بلي هي ملائمة ليهم حابين يختاروها. مدينة الرويبة المضيافة استقبلت مبدعات الجزائر في 3 أيام كلها إبداع واكتشاف لمختلف المواهب، مرت عبر مختلف التصفيات لاختيار أفضل الزهرات، وتخلل البرنامج زيارة سياحية لمقام الشهيد وحديقة التجارب، وأيضاً ورشات لتنمية المواهب وإعطاء الزهرات من كل موهبة أساسيات لتلك الموهبة وأسس تنميتها من طرف مختصين. جاز ممتاز بزاف، والزهرات ما شاء الله عليهم، كل واحدة عندها مواهب، وأنا هذا هو المخيم الأول
للزهرات اعرضي موهبتك. عندي زوج احلام، سواء نكون طبيبة ولا نكون صحفية او شغل مذيعة، حتى عندي رغبة صحفية. ضم حفل الاختتام لوحة فنية راقية مليئة بإبداعات الزهرات بين كورال الإنشاد ومختلف العروض المسرحية، وعرض قصة مصورة برسومات الفتيات في جو كشفي مليء بالمواهب. صور جميلة ومعبرة جدا قائدة ريحانة، فعلا هو نشاط متميز، الزهرة المتميزة عنوان مدروس يبعث روح التنافس. حدثينا أكثر عن هذا النشاط، يعني من أين جاءت الفكرة وخاصة هذه التسمية المعبرة؟ فكرة الملتقى الوطني للزهرة المتميزة هي فكرة نابعة من الملتقى الأول، ويعني نابعة ملتقى الأشبال والزهرات، وهو المخيم الوطني للأشبال والزهرات، والذي كان يحتوي على ركن قار اللي هو اكتشاف المواهب في الأشبال والزهرات. وفعلا كنا نكتشف كل مرة أشبال وزهرات بمواهب متميزة جدا، فكانت الفكرة أن نخصص لهن للزهرة صرح خاص لاكتشاف مواهبها يعني بمختلف المواهب التي يمكن ان نكتشفها، ويعني وخلينا الباب مفتوح للمسؤولات الولائيات حتى نحن لم نحدد المواهب. وفعلا كان كاين مواهب حرنا كيفاش 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 جات هذا النوع من المواهب، وفعلا كانت مواهب يعني متميزه جدا ومبدعة وتفوقت حتى على قائدتها في تلك المواهب. وش اللي هي أبرز النشاطات يعني والبرامج التي كانت موجهة لهذه الزهرات؟ المخيم كان أو الملتقى كان فيه 3 أيام، كان مقسم إلى كان عبارة عن يعني مخيم تنافسي. في اليوم الأول كان الربع نهائي ثم النصف نهائي والنهائي، حتى يعني وحتى لكن لم يعني طبعا احنا ما قلناش للزهرات انه احنا كنا كل مره يتلي منا مجموعه من الزهرات في مختلف المواهب، لكن حتى نبقي هذاك الجو التنافسي وحتى نبقي الزهره في كامل يعني نشاطها، احنا كنا نحو مجموعه من الزهرات لكن لا نخبرهم بها طبعا. هذه اول الاسباب، وثانيها انه الزهرات في الحقيقه كانوا كلهن متميزات، فقط يعني فرق تميز اختلف عن تميز. ثم اليوم الأخير كان هناك ورشة من أهم الورشات التي تميزت الملتقى، وهي ورشة لتنمية هذه المواهب، فأحضرنا مختصين في مختلف هذه المواهب لإنتاج أمر يعني إنتاج أمر ملموس من كل موهبة، يعني منتوج نهائي. فكانت منتوجات فعلا رائعة، العديد من المنتوجات، كورال كشفي، كورال للأناشيد، كان يعني خرجنا مجموعة من الأناشيد الرائعة في حفل الاختتام، ثلاث قصص مصورة أيضا، حتى الرسم يعني فريق الرسم كان هو الذي رسم هذه القصص لمؤلفة القصص، فكان أمر إبداعي الحقيقة خرج به المخيم الوطني للأشبال، الملتقى الوطني للزهرة المتميزة. للزهرة المتميزة، كنت قلتي القائدة ريحانة هي يعني في طبعتها الأولى، هل هناك فكرة يعني باستمرار هذا النشاط، خاصة أنه يعني رأينا تحمس كبير من طرف الزهرات في من خلال مشاركتهم في هذا النشاط؟ وهذا ما نصب إليه إن شاء الله، والفكرة هي أنه يتواصل ويتباصل عبر كامل الأقسام، لأنه الهدف هو أن نرعى هذه الموهبة، فيعني الموهبة اكتشفناها ونميناها، ثم ما جدوى أن تذهب هذه الموهبة ثم لا نتابعها، فالهدف يعني أنه نتابع الموهبة هذه تروح لولايتها ويعني نتابعها في بقية الأقسام. في فكرة إن شاء الله أنه تمتد إلى بقية الأقسام حتى نصل بهذه الزهرة المتميزة إلى قائدة متميزة في مجالها، وإن شاء الله تروح بعيد بالتميز الصح. طيب، هذه المتابعة قائدة ربما تأخذنا للحديث عن خطط 2017 لقسم الزهرات، يعني ما هي خططكم للعام المقبل؟
إن شاء الله في خطة 2017 هناك المنتدى السابع لمسؤولي الأشبال والزهرات هنا في شهر فبراير القادم، ثم بعده مباشرة ولي يعني كأول مرة المخيم الوطني للأشبال والزهرات سيكون هذا العام في شهر في عطلة الربيع في شهر مارس، عكس يعني كل الطبعات السابقة التي كانت في شهر جوان يعني مع الطفولة، هذا شهر يعني واللي لأنه شهر رمضان سيتزامن مع شهر جوان وبالتالي سنقدمه إلى شهر مارس. هذه أنشطة ستكون للأشبال والزهرات، هناك العديد من الأفكار الإعلامية التي يعني ستكون مفاجأة لهذا العام إن شاء الله. في نهاية 2017 سيكون مجموعة من الإنتاجات الإعلامية المتميزة التي ستخرج بها إن شاء الله الزهرات. طيب يعني ربما من بين هذه المفاجآت اللي راح نحظوها في نهاية سنة 2017 حنتخلينا نكتشف إعلامية زهرات إعلامية صغيرات إن شاء الله. هي اكتشفنا في الزهرة المتميزة تلك الإعلامية مرام اللي قالت أنه موهبتها نادرة، وفعلا كانت الموهبة الوحيدة في الملتقى تاع الزهرة المتميزة، وكانت مؤلفة قصص، وممكن سنستفيد منها في المفاجأة التي ستكون إن شاء الله. إن شاء الله ربما راح نمنحونها مشعل مواصلة برنامج متعة الكشافة إن شاء الله. طيب ربما كنت تحدثتي الآن يعني في ركن النشاط المتميز وفي نشاط الزهرة المتميزة عن الكثير من المواهب. نحن في برنامج متعة الكشافة لنا ركن خاص بهذه المواهب، سنسلط من خلالها الضوء في كل مرة في كل عدد على موهبة من هذه المواهب، نحاول أن نكتشفها أكثر، نحاول أن ربما نقرب تلك الموهبة للعائلة الجزائرية أكثر وأيضا تنمية قدرات تلك الموهبة. طيب تابعوا معنا هذا الفيديار ثم نعود بعدها. أنا زهرة ماريا عدوان فوج سلام برج البحري إحدى الزهرات. شوف هي حاجة مهمة في حياتي بس بديت فيها ملي كنت صغيرة، نحبها. أنا نشوفها بزاف حوايج باغ إكزومبل كيفاش نعتمد على روحي والانضباط. حنايا نديرو حصص وفي كل حصة نديرو أنشطة ثقافية ولا علمية ولا فكرية، من داك نديرو مسابقات ونديرو خرجات. شهر الزهرة المتميزة هادي حصلت عليها في الملتقى الوطني للزهرة المتميزة من خلال عرض المواهب اللي كانت عند كل زهرة. أنا كانت عندي موهبة الأشغال اليدوية، حصلنا على مراتب مش مرتبة الأولى، حصلنا على مراتب الله. وهذه شارة المخيم، هذه حصلت عليها في المخيم الوطني للأشبال والزهرات، كل ما شاركوا فيه كاش نشاط ولا يكون عندنا موهبة في كاش نشاط ندو الشارة تاعها. أنا تعلمتها في الكشافة وكنت أنا نتبعها في النانا، كنت نخدم من داك أشغال قائدة تاعي تاني دامتني باش نخدم باش نتعلم هاد الموهبة. كشافة زادت لي روح المشاركة والأخوة، تعلمت كيفاش نتعامل مع كامل الناس من خلال الكشافة. لو كان مش من خلال الكشافة كل إنسان يقعد منعزل على الأجناس أحد أخرين. انتباهي أكثر قائدة ريحانة هي تلك الأوسمة وتلك الشعارات يعني اللي كانت تفتخر بها الزهرة، تفتخر بكل وسام تحمله على قميصها الكشفي. ما سر تلك الأوسمة؟ وهذا أيضا مما يميز المنهاج الكشفي أو الطريقة الكشفية، وهي التي تعتمد على مجموعة من الشارات والتي نميز يعني بين نسميها في الحلقة الكشفية شارات هواية وشارات كفاية. فشارات الهواية هي التي تميز زهرة عن زهرة، وهي التي يعني تسعى من خلالها الزهرة إلى اكتشاف مواهبها، يعني إلى
وتسعى الحركه الكشفيه الى دائما يعني في روح يعني المنافسه الى دفعها لاكتشاف هذه الموهبه يعني. وكل زهره تتمنى ان تعلق العديد من الشارات، فيعني اللي حبت تتعلق بزاف شارات يعني تنافس وبالتالي يعني كما شفنا. طيب قائدة ريحانة، معروف أن الأطفال وخاصة في هذه الفئة العمرية يعني يملكون الكثير من الطاقات، ربما هي بحاجة لمعاملة خاصة، يعني نجد أطفال عندهم الثقة أنهم وعندهم القدرة أنهم يفجروا تلك الطاقات، لكن هناك أطفال منعزلون لكن ربما وراء هذا الانعزال طاقات كبيرة ومواهب كبيرة، فربما كيف تركزون يعني وما هي التوجيهات التي تعطوها للقائدات المشرفات على هؤلاء الزهرات من أجل تفجير هذه الطاقات؟ هي حتى الطريقة الكشفية في الطريقة الكشفية تعمل على تفجير هذه الطاقات من خلال العديد من الأساليب. يعني إحنا مثلا في الطريقة الكشفية عندنا نظام المجموعات الصغيرة، ما معنى هذا؟ أنه مثلا في الزهرات مقسمات إلى سداسيات، والسداسية فيها 6 زهرات، وهذه السداسية تقودها يعني فرد من أفراد هذه المجموعة تسمى السادوسة، وكل فرد من هذه المجموعة عنده مهمة، وبهذه يعني لو كانت المجموعة كامل في مكان أكيد كاين هناك من تختفي بين المواهب، بصح كي نكونوا في مجموعات صغيرة كل موهبة راح تفجر طاقتها يعني وتسهل نعم وتصيب روحها مرتاحة يعني بين مجموعاتها، وكل وحدة تفجر طاقتها. اللي يعني المحبة أو اللي عندها قدرات القيادة تبان وحتكون ونمارسها على القيادة من تكون صغيرة، وكل وحدة في موهبتها حتمارس موهبتها منذ دخولها يعني الدخول الأول للحركة الكشفية، وهذا تقوم به أو نلقنه ولا تتدرب عليه القائدة عبر كل التدريبات في الحركة الكشفية. عندنا مجموعة من المراحل في التدريب، يعني ابتداء من المرحلة الأولى تتعرف على طريقة التعامل مع الزهرة، وبالتالي كيف تفجر طاقتها، كيف تكتشف مواهبها، كيف تتعامل مع يعني مختلف الفئات، مختلف العقليات كما احنا نقوله. طيب كنت تتحدثي قائدة عن هذه السداسيات وعن قائدة هذه السداسيات، يعني السداسيات تذكرا للجمهور والعائلات الجزائرية هي مجموعة من الزهرات أو مجموعة من البنات اللي هي متكونة من 6 أفراد. طيب هذه القائدة يعني اللي هي واحدة من هذه الزهرات ولا واحدة من هذه الأطفال، كيف يعني تختارونها؟ يعني هل خاصة أنه نعرف الأطفال الصغار يحبوا هذا الدور تاع القيادة وإلى آخره، كيف تختارون هذه القائدة وكيف يكون التعامل يعني مع باقي أفراد هذه السداسية؟ ألا تكون هناك غيرة، يعني هناك ربما حب أنه كل واحدة تقول أنا نحب نكون قائدة؟ في الحركة الكشفية أولا من حيث المبدأ، الحركة الكشفية منذ الزهرة يعني تعلمها أن المسؤولة هي عبارة عن قدوة أو هي قدوة لزميلتها قبل أن تكون مسؤولة وأبها يعني، هذا من جهة. في الزهرات القائدة هي من تحدد الزهرة، لأنه لو تركنا المجال للزهرات فبحكم يعني وبحكم أيضا أنه الخصائص السنية للزهرة فهي تحب أن تكون مسؤولة تحب أن تقود، فيعني القائدة في الزهرة تمثل دور الأم، وبالتالي هي التي تختار، وبطريقة أو بأخرى سيرضى الزهرات لأنه ستكون الأكثر تميزا وسيظهر عليها علامات القيادة، وبالتالي سيلتف على حولها الزهرات، وهي ستكون قدوة وستكون يعني هي تكون الأولى من تنفذ، وبالتالي لن يظهر ذلك يعني كسلطة الفوق والتحت كاين يعني متتبعين، العكس هناك تكامل في المجموعة، وهناك مسؤوليات يعني كي نقولوا سادوسة بقية أفراد السداسية ولكل منها مهمة، ومهمة هي في حد ذاتها مسؤولية وعليها واجبات، وبالتالي كل واحدة تحس روحها أنه راهي مالأة ومشبعة موهبتها، لأنه القائدة تشوف كل واحدة ورغباتها وميولها وحسب ميولها تمد لها الدور داخل السداسية، وممكن يتغير هذا الدور يعني السادسة ممكن أن تتغير مهمتها يعني ماهيش دائمة وبالتالي ممكن يعني دور السادسة ينتقل لكل أفراد السداسية. جميل. قائدة ريحانة، ربما من بين أبرز النشاطات التي تجذب
اهتمام هذه الفئة العمرية، يعني من خلال ربما تمرسكم وخبرتكم في الميدان وتعاملكم يعني المباشر بصفة مباشرة مع هؤلاء الأطفال، ربما هل لاحظتوا أنه هناك نوع من الأنشطة تجذب بصفة كبيرة يعني أكثر من الأخرى اهتمام الطفل الصغير؟ هو يعني حتى نعرف يعني المجتمع الجزائري والعائلة الجزائرية أو المشاهد الذي يشاهدنا أنه في الحركة الكشفية نختلف عن بقية المنظمات وعن المدرسة. الحركة الكشفية ما فيهاش دروس وما فيهاش تلقين مباشر، وبالتالي كل طريقة الكشفية أصلا هي ممتعة، وحتى الاجتماع أو الدرس كما يسمى في المدارس احنا نسموه اجتماع سداسي، وبالتالي تحس انه راهي وبها وبحاجه يعني اسمها غير في التلفزيون وهي زهره، كيف انه دير اجتماع. ثم داخل الاجتماع ما كاش تلقين مباشر، كاين العاب مسرحيه انشوده يعني من خلال مثلا انا اريد ان اوصل لهم مفهوم الصدق، فاما بلعبه واما بمسرحيه اما بانشوده. وطبعا الزهرات الاكثر يعني ما يميلون اكثر الى اللعبه بشكل كبير جدا، ثم المسرحيه ثم المسرحيه والانشوده، يعني كل الطريقه الكشفيه في الحقيقه هي ممتعه وموجهه لكل الفئات. طيب يعني كلها متعه وكلها تشويق. فعلا. وبما أن الكشافة الإسلامية الجزائرية لا تخلو من المتعة ولا تخلو من التشويق، فالأكيد أن أبناء الحركة الكشفية لا يفوتون فرصة توثيق هذه اللحظات الرائعة. في ركن صورة وتعبير مشاهدينا الكرام سنحاول أن نذكرهم، يعني نذكر أفراد الكشافة وضيوفنا الكرام في كل عدد بأجمل الأوقات التي قضوها من خلال مشاركتهم العديدة في النشاطات. وطبعاً بدايتنا ستكون بالقائدة ريحانة. قائدة شاهدي معنا هاد الصورة وبعدين نختبر قدرة الذاكرة. تفضلي. قائدة طيب ما فهمتش إذا تخصصك يعني تكنولوجيا ولا تخصصك بحرية ولا تخصصك قائدة. هو تخصصي هندسة لوجستية ونقل، يعني يمكن أن تخرج علي التصوير. جميل. هذا كان في المخيم الوطني للأشبال والزهرات السادس، كنا درنا رحلة للأشبال والزهرات عبر الأميرالية البحرية، وكانت لي فرصة أن أكون ربان. جميل. ربما كيف يعني تجاوب الأطفال وكيف تجاوبت الزهرات خاصة وهم ألقوا أرواحهم فجأة في عالم كانوا يشاهدوه فقط عبر التلفاز؟ هذا هنا الروعة، يعني كل الروعة في الحركة الكشفية، تعطي لك حوايج اللي ممكن أكيد لن تجدينهم في أي مكان. يعني لو كان واحد لا أتصور أنه واحد آخر خارج الحركة الكشفية يمكن أن يزور الأميرالية ويعني تستقبله رجل البحرية ويوروا له كل الرحلة ثم رحلة في باخرتهم. فيعني تحس الزهرة أنه هي غير كل طفل جزائري، هي غير كل طفل متميز، هي متميزة. طيب القائدة ريحانة قبل ما تلحق لمرحلة المسؤولية الوطنية ولا تكون مسؤولة وطنية لقسم الزهرات، أكيد هي أيضا كانت زهرة ومرت بقسم الزهرات، ماذا ترسخ في ذهن ريحانة الطفلة الصغيرة من ذكريات تلك الأيام؟ هي الحقيقة كلها ذكريات رائعة وكلها يعني تكتب في التاريخ، وخاصة مرحلة الزهرات كانت أجمل مرحلة في المراحل التي جست عليها. بلك الصورة اللي تبقى لي كانت في هذاك الوقت وهي آخر أيامي كزهرة، اللي كانت مع القائدة فاتحة سعود، اللي أوجه لها تحية كبيرة جدا جدا جدا، تحية يعني عطرة. كانت في مخيم، عن كوننا في مخيم في أظن تيبازا، ف يعني كل البنات اللي كانوا معايا طلعوا مرشدات إلا أنا، لأنه القائدة يعني كنت زهرة مش نشيطة. لا العكس والله، كنت زهرة، كنت السادسة، وكنت السادسة الكبرى يعني القائدة، وكان مجموعة من الزهرات كانوا دخلوا الكشافة جدد، فالقائدة يعني نقلت الكل وقالت لي أنا باش نساعدها في يعني غير في هذا المخيم،
وانا واش كنت ندير كيفاه كاع ولاو كبار وانا مازال صغيره. كنت وقت القيلوله نروح مع المرشدات نبقى معاهم نديروا واش يديروا من بعد نروح لله. جميل. كانت يعني ايام رائعه. يعني التميز تاعك ما نفعكش في هذه المرحله. كنت مع الزهره. بقيت مع الزهره. طيب، وبهذه الذكريات الجميله نصل الى ختام عدد اليوم من برنامج متعه الكشافه، ونتمنى انكم كنتوا يعني ذقتوا معنا هذه المتعه ومع القائده ريحانة ايضا، ومن خلال التنقل بين مختلف أركان البرنامج. قائدة ريحانة خيثر، شكرا لك جزيلا على الحضور، وتفضلي كلمة أخيرة. شكرا لكم أكبر على هذه الحصة الرائعة وعلى هذه الاستضافة. طبعا رسالتي إلى كل فرد أو إلى كل جزائري أنه يذوق دعم أو متعة الكشفية، لأنه لها حلاوة خاصة ومتعة خاصة لا 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 يراها ولا يتذوقها إلا من التحق بها. فعلا أدعو الجميع إلى أقرب فوج إليهم. من جهة أخرى أوجه تحية خاصة جدا إلى زهرة، ربما في كل فاتت في العديد من الليفيتير اللي فوتوهم ذكا، هي الزهرة المتميزة الرائعة اللي زهرة ندى الريحان اللي يعني اللي غادرتنا بعد المخيم أو الملتقى الأخير للزهرة المتميزة. نتمنى أن نلتقي بها في جنات الفردوس إن شاء الله، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. ويعني هي كانت زهرة فعلا متميزة جدا، وبفقدانها فقدنا حاجة كبيرة في الحركة الكشفية. أتمنى يعني التوفيق للقيادة العامة القادمة ولكل الأفواج الكشفية، وتحياتي إلى كل الأعضاء الحركة الكشفية من أصغر زهرة إلى أكبر. شكرا لك قائدة، شكرا. لكن قبل ذلك لا تغادرونا، لأننا لم نصل بعد معكم لقمة المتعة، وهذه رسالة القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية السيد محمد بوعلاق لكل العائلات الجزائرية، فتمعنوا جيدا. وأنا مشاهدينا ما يبقى لي غير نقول لكم إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة، ولقائي بكم يتجدد الأسبوع المقبل في عدد آخر من برنامج متعة الكشافة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله مع أول برنامج كشفي تلفزيوني، أغتنم هذه الفرصة لأتوجه لكم بخالص التبريكات وأجمل تهاني بهذه المناسبة السعيدة. طبعا هذا البرنامج الكشفي التلفزيوني الذي سنشاهده مرة كل أسبوع، ندخل من خلاله إلى جميع بيوت الجزائريين. هذا البرنامج سيساهم في نقل الصورة الجميلة الناصعة حول الحركة الكشفية، ويصل بها إلى كل فتى وإلى كل فتاة ليرى ويشاهد ما تقومون به في السداسية، في الفوج وفي الرحلة وفي المخيم، وما تتعلمونه من ألعاب وصيحات وأناشيد، ومن قصص ومن نظام ومن آداب وأخلاق، ومن فنون كشفية في استخدام الحبال واستعمال البوصلة، ومن إشارات الدرب وإسعافات أولية، وأنواع النيران وأساليب الطبخ في الحياة الخلاء. هذا البرنامج سيعطيني أيضا فرصة لأتوجه برسالتين في كل حلقة. رسالة لكم أنتم الفتية وأنتن الفتيات، ورسالة ثانية لكم أنتم القادة وأنتن القائدات.